سلام يا خالتي ماشي غادي نغني جيت نحكي حكايتي ماشي باللي حيرني راني في بلادي غادي ارض جدادي مشاكل هبلوني وين راه يلحقوني كنا صغار ما نعرفو والو من القرايه الدار كل واحد في حالو هذا بدات لي ستوار الناس بكري واش قالو اللي ما يقراش حمار عبالكم شي صرا له ودني هي ولد كبار وما يشبه له والو هكذا قالوا لنا كانوا يخوفوا فينا اقرينا وتعبنا عشقنا حتى لحقنا والحمد لله ربحنا وربي يوفقنا جبنا الباكر فرحنا ودينا دوك وش نفاق لا حس تقبلنا ما كانوا في شوا بس هم قوها دروا خمينا شوية درنا علوم سياسية كما جات الجية صحيبي هذيك هي سجرنا الدكتور قال ينقري في البابا ثم بانت لي فور فور وبالزور وما كنتش نستنى الحكاية تدور علينا قال الجيل جديد وما فيه الفايدة نديرو نظام جديد لفرنسا غير اللي عندها سماو على نبيع عقلية المارشي ما راهو شي قرية راهو يدي كيدي عطيلو اكسبوزي وبروبوزي يا الوزير اسمع ليا الاستاذ راهو يعيا مسكين يخلص غير 8 زيدو شوية في الشهرية رانا سامحين في لابوس زيد للاستاذ اليفون هنا قراية مرة في الجامعات هو شي صرا بدا العام وقلنا الله يستر دارو بنات القدام ودراري مع الاخر البنات الشابات ودراري وجوع الشر يهضر مع جاني بدا يتكبر تهضر مع طفلة قلبو يكبر دوك انا نجيك من الاخر جانا الاستاذ عطانا البرنامج تقرا على الدولة والنظام الخامس داوم في الفساد وقاعة تتفرج تحل فمك عمرك تخرج الله غالب ربي يفرج يا خوتي راني نادم كل ما يسقسوني والله نحشم كي تكمل واش تخدم عم داخل من الله اعلم تقرا في الاخر ما كاين والو شيد الميت في غسالو تعب وتشقى ما عندك ما تلقى يعطوك شهادة في الحضرة معلقة في بلادنا راهي مرة في الجامعات هاوش في الجامعات هاوش تلقى تلقى واحد مجروح بخمو يحب يقرا القراية في دمو الله يبارك ربي يوفقو يلقى في غير اللحقو تلقى شباب الحطة البوزي تلقى المافيا يلعبها مكريزي في المشاكل زعما تاكل خلي الكلاب مع بعضها تتاكل ما ننساوش طومون جيري الطفلة تمشي وما راها يجري البهلولة صحابها تحكي لي شو فيها ويكحلي يحكي معاها راوي يشرني يا المبولة روحي ترقي انا بزامي او سي جاري شبات الحطة البوزي كاين زلك اللي دايرين السيفتي كاين جي حديد كيفو في فيسي ويجلسي يا ربي يهدي تلقى واحد قاعد في الجازو قاعد خلوي عمر راسو اوه كلهم في الجامعة ماذا بيه يجيب الجمعة زعما يقرا ادى الشيعة او يكحل البديعة تلقى واحدة رجلويات ما حتى قدرت حتى تقية يا شريكتي هذيك هي الانوثة راهي ضاحية تلقى واحد جاستن بيبر ويمشي الناس تستغفر وين يشوفني واش يقولي انا البلاك يعجبوني يا صاحبي روحك فيني هاد حبا ربي يسخن تلقى لي كوبل في كل شغنا انا مقعدين شبعين حنانا اتوفيتي ويا الحباب ليزاجون دايرين اضراب تلقى واحد جون سينا لابس بودي يخلع فينا تلقى واحد يحب يقصر شحال هاي الفجيعة الخاطر تلقى واحد يغض البصر جزاري الطفلة يبدأ يستغفر ربي قدرك الله اكبر تلقى واحد مريولي طفلة يشوفها انت دياري راح اسمه لي بورتكلي تلقى طفلة تحفظ تقرا على في دار مخطيها برا في زكزامة توجور سهرة ثلاثة اصبح راهين بكرة لي فلافة واشي سهرة رافي شاش هي الاخرة يعلى بنا هذه حقرة في الجامعات هو شي سهرة في بلادنا راهي مرة في الجامعات هو شي سهرة تلقى واحد عمره ما قرا في الفيسبوك عنده سهرة عالك ما تحلالو في سهرة لا جلطاك يضرب دورة يعد مني قرا يا راجل يا مرة تسيك يقول لك يا درا ايه فلافة ماشي يسهرة جاب عامو خرجوا بعشرة مي هذا مختاش قرا هذا ما قرا مي عنده فكرة يمشي فيها شحال من خطرات في زلامة جيوب معمرة باش معمرة بالكوبياج يلحق الصيف يبدا لنا لا طرافاج فهاديك سخانة غير اللي عنده الكوراج يحكمك الديك وطاج وانت تستنى لا فيشاج نهار يا فيشيو شاف غاشا شافوني نوت هذا واشا غير الزيرو واحد ما كاشا يمزية كان الراشا في بلادنا راهي مرة في الجامعات اللي كان يقرا وكان ما يقراش كاين عباد ما فيهم الفايدة ما يقرا ما يدري تبع غير في حديدة مسيارة سيارة كل يوم وحدة جديدة تلقى عاشق ايبيزا البيضة في المضامات هادي ميمي وهادي سوسو يجرو موراه غير على جهة فلوسو هو كي بهلول عندي مضامة يا وليد ماما قول سلام بابا شايف روحك ستار وناس كاع طلاب نقضي ضربي ما فيه مغالبة
في بلادنا راهي مرة في الجامعات هو شي وخليه هذه حكايتي حاجة اللي قصتني طفلة فيها فكي جاها واحد البروف في وجوبين حلو قالها جو سي لي مون كاتاستخو بدايت محل سوتين تملح يدو قالها ما تكيش راني هنايا نعيمية جوزي ليا البيرون درسو القضية وهي أمنية في نهار ولا تخيل كاين أساتذتي البشرية وفي الجميع أنتي لحية مكانش واش تخبي إلا من رحم ربي في بلادنا راهي مرة في الجامعات هو شي صعيب دوك صحاب الكوز شمارة الخدامة دايرين تقول بيوسي طبع يضم الله من يحكم يطلع هو الاول يحكم 10 بلايص وانت يا قالي تحل فمك فيها غايز قول الكوز خليها ولو تحكوت وانت يا واقف مغم مغرب موت واش تهضر شد فمك تسكت في بلادنا راهي مرة في الجامعات هو شي صعيب روحو دوك صحاب الاقامة في بلادو يدور بالقندورة والعمامة وكيجي الاجي تطلع له الفهمة في الدوار العفاسي في ارض اراغي العلامة ما نحكوش على البنات اللي جاية في الكابة وفي نفسها بدها تقول افتهمي من بابا وتبدا في الحطات الديفيزيو هادي جلابة مانيش حاب نعايرك من الكعبة جبتيها روحك يا واحد الطلابة اجي مكاش محبة انا نقول لك راكي في غابة تكوني غزالة دورو ديك الديابة ما تتربيش حتى تجيك الضربة ماشي كامل كاين وكاين كاين اللي يجوا صوتهم والله ما باين ربي يحفظهم ويسترهم من الحي ما عجزهمش إقامة دارنا كاين مرحبا بكم على الراس والعين ايوي هذه حكايتي انا حكيت انت يا خويا هذه بلاد هذه ماشي عادي مارغريتو هذه بلادي موان تدري في فالجيري بلاد شهداء دمهم غالي راني نحكي ماشي غادي نغني انا صفيا الوافي ماشي روفي حكايه قاصتني حكيتها لخالتي انت لحيه ميتي نفسي فرخ قلبي والباقي على ربي وخلي هذه صحتي هذه غير حياتي سادوري ما تخلى الخير مورا شكاري في المتا وتفت الحو كل واحد يدفش ربي زلغنا يا ربي اغفر لنا اذا عصينا ولا نسينا احنا يا مسلمين غير شيطان وسوسين في جامي ننساو نبينا اللي بعثوا لينا نبينا محمد فخر وعزلينا عليه الصلاة والسلام يوم القيامة يشفع فينا الدنيا فانية وما يبقى غير مولانا هيا دوك ديديكاس لخوتي حبابي وصحابي ولحومتي وجيراني وجميع واحد يعرفني جروب اي تي اف سي هادي في خاطركم وان شاء الله تعجبكم